مرحبا، معكم موسى وهالمرة من البرتغال وتحديدا من العاصمة لشبونة. لشبونة أو مثل ما بيسموها أهلها ليزبوا. صراحة من لما اللي شفت مسلسل لكاسا دي بابيل أو البروفيسور وأنا حابب روح على هالبلد على قد ما حبيت شخصية الإنسبكتورة. لما بحثت بجوجل عن هالبلد لقيت مناظر كتير حلوين، بس على الواقع كانوا لسه أحلى. هالبلد بيعطيك إحساس دافي كتير بدون ما تعرف ليش، بتحس حالك عايش هنيك من 100 سنة، يمكن من القرميد الأحمر أو الشوارع المرصفة الضيقة اللي بمر فيها ترام موديله كتير قديم بس كتير حلو، الناس البسيطة والمبتسمة على طول، أو الجو الرائع المليان طاقة إيجابية. لشبونة من أقدم مدن العالم ولا تاريخ كتير عريق وغني بالأحداث الكتيرة، بس بهالفيديو ما رح نحكي عن تاريخ البلد لأنه كل المعلومات اللي ممكن لكم إياها موجودة على الويكيبيديا والمهتم فيه بسهولة يقراها. بهالفيديو رح نعمل جولة لمدة 3 أيام ونشوف أهم المعالم السياحية، نحكي عن الأكل والتنقل والأشياء اللي بتهمك كسائح جاي قضي وقت يستمتع وينبسط فيه. قبل ما نبلش نحكي عن المعالم السياحية خلونا نحكي عن المواصلات. أهم من أنه نعرف لوين بدنا نروح نعرف كيف بدنا نروح. بالنسبة للمواصلات فأحسن طريقة للتنقل برأيي هي الأوبر، لأنه بصراحة الأسعار كتير رخيصة بالأوبر، ما بعرف ليش. الأوبر بياخدك كيلومترات متعددة بثلاثة وبأربعة يورو. إذا رايح على لشبونة وما عندك الأوبر أو ما بتعرف تشتغل عليه فأنا بنصحك نزل تعلم عليه، لأنه التنقل بلشبونة برعاية أوبر. تاكسي كمان مو كتير غالي من المطار للأوتيل، أنا بنصح تاخد تاكسي لأنه بالأوبر شوي معقد بالمطار. تاكسي من المطار للأوتيل بتكلف من 10 ل 20 يورو حسب أنت وين أوتيلك. بالنسبة للمترو فلشبونة ما فيها كتير خطوط لمترو الأنفاق، لهيك تنقل كتير سهل وبسيط. اللي معقد شوي أو الشيء شوي جديد هون إنه تيكتات بتشتغل بنظام مسبق الشحن، يعني بتشتري تيكت فاضي وبتعبيها حسب قديش حابب تمشي فيها. بكافة محطات المترو بتلاقوا ماكينات بهذا الشكل. إذا كنا عم نشتري لأول مرة فنحن بحاجة لهاي البطاقة، هاي البطاقة بتشترى فاضي وبنعبيها حسب نحن كيف حابين نمشي. هو عم بيسألنا هلا إذا عنا الريلودبل كارد اللي هي البطاقة الفاضية. إذا كان عنا البطاقة فطبعا بناخد ويث، إذا هي أول مرة لسه بنشتري التيكت فطبعا ما راح تكون عنا، لهيك بناخد ويث أوت. البطاقة الفاضية بتكلف 50 سنت. عم يسألنا كم وحدة؟ إذا لشخص واحد أو الأكثر رح ناخد حاليا لشخص. هلأ عم يسألنا قديش لازم نحط بالبطاقة. إذا حابين نروح رحلة واحدة أو one way بالباص أو بالمترو فأول خيار، أو فينا ناخد daily اللي هي شغالة لمدة 24 ساعة من أول استعمار. ثاني خيار هو إنه نحن نعبيها على كيفنا قد ما بدنا مصاري. أما إذا نحن عنا البطاقة مسبقا وحابين بس نشرجها ونعبيها بنحطها بالماكينة أول شيء وبنختار with reloadable. غالبا نحن بس بحاجة الخيار الأول. هون فيكم مثلا تكتروا الرصيد اللي بالبطاقة لكذا رحلة، ممكن تعملوها مثلا 4 أو 5 رحلات حتى ما كل مرة ترجعوا تشرجوا. وقال أوكي وهلأ صار وقت الدفع، يا ما بندفع كاش أو فينا ندفع بالبطاقة. تيكت القطار هي نفسها تيكت الباص، هي نفسها تيكت العبارة إذا حبيت تطلع على الطرف الثاني من الجسر. كمان فيكم تشتروا البطاقة مباشر من سائق الباص وتدفعوا بالكاش. واحدة من وسائل التنقل المشهورة في لشبونة هو التوك توك. بما أنه الشوارع كتير ضيقة ومتعرجة فالتوك توك أسهل طريقة للتنقل داخل المدينة، بتلاقوه بكل مكان بأشكال وأحجام مختلفة. الدفع بيصير بالساعة مو بالمسافة، بيختلف عن سائق لسائق. وسطيا بيكلف 30 يورو بالساعة مع إمكانية المساومة. توك توك فكرة حلوة إذا مو عارفين وين تروحوا بالأول وشو بدكم تشوفوا، لأنه السائقين هن بنفس الوقت قاعد سياحي بيشرح لكم عن الأماكن وبيعطيكم نصايح وين تروحوا وين ما تروحوا، وصدقوني التقييم تبعهم أحسن بكتير من تقييم جوجل. وهلا خلونا نبلش جولتنا بكاستيلو دو جورجي اللي هي قلعة صايرة على هضبة مطلة على المدينة وقريب كتير من السنتر. القلعة صايرة على هضبة مرتفعة شوي، لهيك إذا حابين تطلعوا بدون توك توك أو سيارة فما تنسوا تلبسوا أحزمة مريحة. تيكت تباع عند البوابة مباشرة وبتكلف 10 يورو إذا كان عمرك فوق ال 25 و 5 يورو إذا كان تحت ال 25.
الاشياء اللي كتير غريبة بالقلعة انه في طواويس شي 20 واحد صار شفت هيك عم بيمشوا كل الوقت بين الناس. لحد الان ما عرفت ليش او شو المعنى تبعهم. حالياً بأعلى نقطة بالقلعة. القلعة مو بس تستحق زيارة، يعني لازم تجوا عليها إذا جيتوا على لشبونة. المنظر رائع، وأحلى شيء بالقلعة الطواويس والمنظر طبعاً. محطتنا التالية بتبعد بس 10 دقائق مشي من القلعة، اللي هي كاتدرائية لشبونة. التيكت بتكلف 4 يورو فقط، وجوا بتشوفوا شيء مثل متحف معروض فيه مجسمات، لوحات، ملابس لرموز دينية مهمة. هيك بنكون خلصنا من الكاتدرائية تبع لشبونة. صراحة عادي، يعني لا كتير حلوة ولا كتير سيئة، بس إذا كنت جنبها وعندك وقت فيك تفوت تتفرج، خصوصا إنه الدخولية 4 يورو فقط. وجولتنا بتكمل بالتوك توك مع دياغو، اللي أخذنا مشوار بالأزقة القديمة المليانة فن ومناظر حلوة، ونهينا الجولة بمنطقة كتير حلوة ومليانة حياة، وخصوصا إذا رحت بوقت الغروب لأنه المنظر خيالي من فوق. المكان اسمه سينيورا دو مونت أو سيدة الجبل، تيمنا بالمزار اللي موجود. ولما بيصير المساء فأحسن مكان ممكن تروح عليه هو البيرو آلتو. بيرو آلتو تعتبر المدينة القديمة اللي فيها المطاعم والكافيتريات، كلوبات وأماكن السهر، وهنيك بتبلش الحياة ابتداء من الساعة 9. المكان بيمتلي بالناس بشكل كتير كبير بالويك اند، وتقريبا كل المطاعم اللي هنيك بتقدم عرض مباشر لموسيقى الفادو، واحدة من اكتر الشغلات المشهورة فيها لشبونة. محطتنا التالية هي المونومنتو ذا ديسكفريز، نصب تذكاري على ضفة نهر تاغوس، مكان منطلقة السفن للاكتشاف والتجارة. هالنصب التذكاري أقيم لتخليد عصر الاكتشاف البرتغالي بالقرنين الخامس والسادس عشر. هلا حلاوة المنطقة مو بالتمثال، التمثال كتير حلو بس بالنهاية هو بالجرب تمثال. الأحلى شيء بالمنطقة هو المنظر اللي بتطلع عليه، والمكان صاير مثل مينا محل ما بصفوا السفن، مكان مليان مطاعم وكافتريات، أعداد كتير حلوين بيطلعوا مباشرة على نهر التاغوس. فيكم تفوتوا لجوا، التيكت بتكلف تقريبا 6 يورو، في معرض تحت الأرض، بيعملوا فيه أحيانا مناسبات أو عاملينه مثل المتحف بس مو دائما مفتوح، بس فينا نطلع لفوق ونشوف الإطلالة من الأعلى. وخلف التذكار تماما بتلاقوا كنيسة جيرونيموس موناستيري، اللي هي عبارة عن متحف كتير كبير، شكله كتير حلو من برا، بس بصراحة ما فتت لأنه الجو كان كتير حلو، ما حبيت ضيع اليوم بمكان مغلق مثل المتحف. وهلأ رح نروح على منطقة المادة على الطرف الثاني من الجسر، محل مو موجود تمثال المسيح سانتويريو دي كريستو أو حرم المسيح. هالتمثال اللي مستوحى من تمثال المسيح الفادي بريو دي جانيرو، اللي اتفقوا يبنوه الأساقف البرتغاليين بال1940 تضرعا لله حتى يقزم من الحرب العالمية الثانية. وفعلا هذا اللي صار، تم افتتاح المشروع بال1959 بمنطقة المادا. فيكن تروحوا عن طريق النهر بالعبارة أو عن طريق الجسر بالتاكسي أو الباص أو الأوبر. بغض النظر عن جمال التمثال،
المنطقة اللي موجود فيها بحد ذاتها هي معلم سياحي بسبب الإطلالة الرائعة على نهر التاغوس وأشجار الزيتون والنخيل اللي معبيتها. داخل المبنى في مصعد فيكن تطلعوا لفوق وتستمتعوا بالإطلالة على لشبونة. تيكت بكلف 6 يورو وأوقات الدوام من 10 الصبح للستة المساء. إذا هالتمثال من الأماكن اللي بتستاهل الزيارة وبشدة. أما بالرجعة فبنصحكن تستخدموا العبارة كتغيير شكل. فيكن تدوروا بالجوجل على أقرب فيري ستيشن وتروح عليها، ومن هنيك فيكن تشتروا مباشرة البطاقة أو تستخدموا بطاقة الباص اللي موجودة معكن. من الشغلات اللي رح تشوفوها باستمرار بالمدينة هو الترام رقم 28 المشهور بلونه الأصفر. هالترام هو رمز من رموز المدينة، يعتبر معلم سياحي بحد ذاته بسبب شكله القديم والكلاسيكي. التيكت فيه بتكلف 3 يورو وفيكن تشتروها مباشرة من السائق أو فيكن تستخدموا تيكت الترام العادي اللي موجود معكن. وآخر معلم سياحي معنا هو إليفادور دو سانتا جوستا، واللي هو عبارة عن مصعد بيوصل منطقتين ببعض. صار مع الأيام معلم سياحي بسبب شكله المميز. هالمصعد بنى بال 1902 من قبل راؤول دو بونسات، واحد من تلاميذ جوستاف إيفيل اللي بنى برج إيفيل بفرنسا. واضح انه راؤول كان متأثر كتير بأستاذه لأنه في المصعد فيه شبه كتير كبير من برج إيفيل. دور بقية طويل كتير، بس سمعت انه الوضع بيكون بالعادي أسوأ من هيك بكتير. التيكت بتكلف 5 يورو و 30 سنت إذا حابين تطلعوا على فيو بوينت للأخير. أما إذا حابين بس تستخدموا المصعد فيكن تستخدموا تيكت الباص اللي معكن وفيكن تشتروها مباشر داخل المصعد والدفع حصرا كاش. هيك بنكون طلعنا بهالمصعد الشهير اللي ما بنصح اي احد انه يطلع فيه لانه عن جد مسخره. يعني انه هو حلو من برا شكله بس بتطلعوا فيه عادي مثل اي اسانسير بتطلعوا فيه. طلعوكم لفوق وبياخذوا منكم 6 يورو، يعني اكثر من هيك نصب. المنظر من هون حلو بس بلشبونة وين ما رحتوا بتلاقوا المنظر حلو. هلا خلونا نطلع شوي من التاريخ والثقافه والمعالم، خلونا نحكي بالمهم، وين بدنا ناكل؟ بالنسبة للأكل فخلونا نبلش بأشهر أكل بالشبونة، باستايز دناتا. هالأكل هي رمز من رموز الشبونة ولا قصة طويلة كتير. ببداية القرن 19 وبعد ما بلشت الثورة الليبرالية تم إغلاق الكنائس والأديرة بالبرتغال وطرد رجال الدين. وبوحدة من هالكنائس جيرانيموس موناستيري قام أحد الأشخاص ببيع هالمعجنات كمحاولة لإيجاد مصدر للعيش، وصار يبيعها بمخبز بجانب الكنيسة اسمه باستايز دبلم. هالأكل لاقت نجاح باهر والوصفة ضلت بهالمخبز ليومنا هاد وبتتناقل من جيل لجيل بسرية تامة. كتير مخابز تانية قلدوها وبيبيعوها بكافة أنحاء العالم، بس الأورجينال بتلاقوها فقط بمكان واحد، باستايز دبلم. أخيرا رح نجرب الباستايز دوناتا، هاي الأكلة المشهورة فيها كتير. هي الأكلة بتجي دائما مع قرفة لازم تحطوها هيك عليها أو مع سكر. يخرب بيتها مقطيرة. إذا جربتوها ما تنسوا تاخدوا 4-5 منها لأنه وحدة ما رح تعبيلكن راسكن. حاليا هالأكلة من الأكلات الحلوة المفضلة عندي، وبس تجربوها رح تعرفوا ليش. الأكلات اللي كمان كتير مشهورة فيها لشبونة هو سمك الباكلاو أو القد.
سمك مشهور بالبرتغال بسبب طريقة حفظه اللي ما بتحتاج تبريد عن طريق الملح فقط. هالسمك بينباع بكثرة وبكل زاوية بلشبونة، بتلاقوا منه مئات الوصفات وأشهرها مع الجبنة والبطاطا. ظن هي السمك وفي بقلبها جبنة. ماشي حالة، بس في زمخة سمك مبين يعني. أنا شخصياً ما حبيت له الأكل أبداً، بس طبعاً شغلي أزواق. أما بالنسبة للمطاعم بلشبونة، فالتوب ون وبجدارة هو بونتو فينال. هالمطعم موجود على ضفة الثاني من النهر بالقرب من تمثال المسيح، وبيطل بشكل مباشر على نهر التاغوس. مطعم جامع بين الأكل الطيب كتير والإطلالة الرائعة. الأسعار شوي أغلى من غير مطاعم، بس بيستاهل بصراحة. أما اللي حابب يحضر فادو ميوزيك لايف، فأحسن مكان لإله هو طبعا البيرو ألتو، مثل ما حكينا بأول فيديو. المنطقة مليانة مطاعم بتقدم هذا النوع من الموسيقى، بس أحسن مطعم أنا برأيي الشخصي كان ريتيرو دي سنتيدو. الأكل كان طيب، الأسعار مناسبة، والخدمة كانت كمان منيحة. وهيك بتكون قصة رحلتنا بلشبونة، وإن شاء الله تكون عجبتكم. إذا بدكم تفاصيل أكثر عن الأماكن اللي كنت فيها بالترتيب أو المواقع على الإنترنت، ففيكم تفوتوا على الإنستغرام هايلايت ليسبون، فيكم من هني تشوفوا كل المحلات اللي كنت فيها بالترتيب. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تضغطوا سبسكرايب ولايك وتعملوا لنا القناة شوي لأنها جديدة. من لكم رحلة سعيدة، وباي باي.